طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنواصل أنشطتنا في مسرح الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة سقطت ما سقطت صابنا حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب هنتواصل برنامجنا اليومي مع أطباء العيادة الميدانية والتوعية الصحية واليوم المحاضرة الخامسة اليوم مع العيادة الميدانية سوار العباسية تفضل دكتور السلام عليكم هنتكلم عن حاجة بسيطة عن الحقن كيف انك تطعن حقنة زميلك في الميدان كيف توصل له دريب هذه كلها موجود الله زوري ساعدوا يا شباب انت معايا حاولوا طياروا انا وديني جروا الحكم فيك امسك لي والماي كده يا فش معايا عايز اوريكم الحقنة بتاعت العضل اديني انا اول حاجة هي السباعية توقف المصاب نزل يده بنفس الطريقة دي كده تمام الحقنة بتاعتها وزنها 45 درجة هي بتاعت العضل تحصر الرقم 7 بتحرك من هنا اوكي حقنة مشيها 45 بنفس هذه الطريقة مشي الإبرة لحد النهاية بترجع الإبرة لورا شوية عشان تعرف إذا كان في دم ولا ما في إذا طلع دم طلع الحقنة ده ما مكان الصحيح تدي الحقنة في المحل الصحيح ثاني اوكي معايا انت مركز ايوه معاك متابعين بترجع الحقنة طلعها بترجعها ثاني طبعا في نفس المحل الصحيح ترجع الحقنة لورا ما ظهر دم بتفضي الدواء بتاعك بكله برودة وسهولة يعني ما بينفضي الدواء بسرعة بنفضي الدواء واحدة واحدة تمام هنا الحقنة بتاعت يلا عايز اساس سؤال يا دكتور سؤال ممكن سؤال ممكن تفضل يا العين طيب هتكلم عن حقنة الإيريا اللي هي حقنة العضل خلفي لا الأسئلة بعد ما أكمل البناء بتاعه كله حقنة بتاعت الإيريا اللي هي بزاوية 90 درجة بنزل إبرة بغرية في السطح هذا جنب الخارجية هي بتنزل لي 90 درجة بنفس بعمل نفس الطريقة اللي عملتها في شنو؟ برياضة السباعي. إنه حاشيل الحقنة حسحبها لفوق، إذا طلع لي دم ده المكان الخطأ. إذا ما طلع دم حفضي الحقنة ده مكان الصحيح على أصلاً أنا طعنت فيه. تعملها بيان بالعمل؟ أنت سؤال بعدين قالها. اشرح بيان بالعمل. طيب هتكلم عن توصيل الدريب. أول حاجة بجي بفتح الدريب ده في فتحة بديني سهم هنا قدام أنا أمسك بفتح الفتحة الصحيحة للدريب أول شيء هفتح الغطا بتاعي اللي هو الفوق هكون ماسك الابره دي معايا لتحت عشان ما تصل الارض تصل شيء تتلوث هقلب الدريب لتحت هوصل هتاكد من الدريب بتاعي ان المويه بتاعته هتنزل كلها لو فضل اي فقاعات هنا هيحصل شنو؟ هيحصل جلطه للبشنو؟ للبيشن الراقد عندي ده هتحصل له جلطه لازم انا افضي الدريب كله بيعمل الجلطة ملاحظين معاي الدريب ده ما تكون فوق اي فقاعة في النص تكون الموية بتاعته ماشية كلها لحد ما عضنا هنا الموية كلها طلعت فقاعات طلعت كلها منه هقفل من هنا لحد النهاية بعد ذلك بفك الابره بتاعتي
بجي بوصل اوريك التوصيله بتاعت الكانيلا اللي هو الفراشه هي كيف اول حاجه الفتحه بتاعتها عشان ما تتكسر تتعرض لاي تلوثات هذا الاصبعين من خلف ورقه هنا فوق افتح بنفس الطريقه دي افتح الكانيولا دي بنفس الطريقه دي هذه دي المسكه بتاعتها صحيحه ممكن زول منكم ايوه لازم اشوف اللايم بتاع البيشن دين عشان ما اوصل في حته غلط لو حصلت وصلت في حته غلط تحصل لربشر حقنه بتطلع على الجسم تمشي لجوا تعالوا ممكن يوم خسرت دي ساي لازم اشوف اللاين اللاين هسه عندي هنا ظاهر في ناس لاينات ما بتظهر اللاين ده مقصود بشنو؟ اللي هو الوريد 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 اللي هو اللاين سوري في ناس لاينات ما بتكون ظاهره ما بتكون ظاهره طيب تمام هعمل ليش ما ظاهر ده؟ هنزل يده لتحت اول حاجه بنفس الطريقه دي اقفل يده ويفتحها ونزلها تحت كل ما اليد نزلها تحت كل ما شنو؟ اللاين ماشي ظاهر معي بنفس الطريقه دي كده بس هنا ظهروا شايفين لكن لما يكون فوق الدم بينزل ما حيصري ما حقدر اعمل اي حاجه اول ما شفت اللاين ظهر اشيل الكانيولا بتاعتي وبصيرها همسك بنفس الطريقه دي بنفس المسكه دي حوصل وحامشي دغري ثبتها بجيب البلاستر بتاعي او اللاصق حالصق لصقتها هفتح الفتحه الفوق لفتحه الهواء تمام هفتح الفتحه الورا هاسحب الابره بتاعتي اسحبها سحبت الابره وخليتها لتحت محلها بجنبها بجي بوصل السير بتاع الدريب بتاعي في نقطه مهمه يا جماعه ما ننسى بعد ما احنا رمينا الابره دي لازم نفك منها هنقفل الابيض لو واحد في الباب النهايه بعد ما اطلع اخلص الدريب بتاعي اجي في الباب بكل سهوله عشان الدم ما يطلع صلي ربشن في البيشن ربشر معناها ربشرت او الابره عملت خلل جوا مع الوريد ايوه طيب في زول اي زول عنده سؤال عشان اوريك طريقه كيف ثانيه في زول داري في حاجه